الحق في الترقية بشهادة الإجازة دون قيد أو شرط وحذف السلم التاسع من المنظومة التعليمية مطالب دمرة أخرى رفعتها وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات. تأتي هذه الاحتجاجات للمطالبة بالترقية بالشهادات الجامعية سواء الإجازة أو الماستر على غرار الأفواج السابقة. نحن كفوجين 2012-2013 اقصينا من هذا الحق. لن تكلف الا حبرة قاعة ولن تكلف الا فقرة من الجريدة الرسمية، وهي تتركز اساسا في تغيير الاطار دون قيد او شرط والترقية الى الدرجة المناسبة ابتداء من تاريخ الحصول على الشهادة. وزارة التربية الوطنية من جانبها ترى أن الترقية لابد أن تمر من المباراة المهنية كشرط أساسي لا محيد عنه، وذلك للوقوف على مؤهلة وكفاءة المرشح وفق نظام جديد انطلق العمل به منذ سنة 2011. ضرورة المباراة لا بالنسبة للتوظيف ولا كذلك بالنسبة للترقية بالشهادات. بطبيعة الحال وزارة التربية الوطنية في إطار التنفيذ ديال هذا المبدأ اعتمدت كباقي القطاعات مبدا ديال المباراه المهنيه، واللي بطبيعه الحال هذه المباراه المهنيه كتسمح تاكد واش بطبيعه الحال عندهم المؤهلات والكفاءات اللي غادي تسمح لهم انهم ينتقلوا من واحد الاطار لواحد الاطار. وهو الشرط الذي ترفضه التنسيقيه الوطنيه للاساتذه المجازين المقصيين من مرسوم الترقيه بالشهادات التي تعد بالتصعيد من خلال خوض اضراب وطني مستمر الى غايه 19 من هذا الشهر.